مساء الخير. مساء الخير. مساكم الله بالخير. Good evening. هنا سارة. مساء الخير. يسعد مساكم. شو بسنجيني من الأرجي. مساء الخير. مساء الخير. مساء الخير. مساء الخير. مساء الخير. مقندان قبي. Good evening. مساكم الله بالخير. مساكم الله بالخير. حياكم الله مشاهدينا في حلقة اليوم من برنامج مساء الخير، الحلقة اللي بنسلط طبعا من خلالها الضوء على واحد من أهم المعارض اللي تقام في مملكتنا سنويا، وهو معرض البحرين السنوي للفنون التشكيلية في نسخة الخمسين. ومساء الخير يا أسماء. مساء الخير عصام، ونمسي بالخير أيضا على كل مشاهدينا. ومثل ما خبركم عصام، حلقتنا اليوم فنية بامتياز مع الفنون التشكيلية، 50 عام من التميز والنجاح والعطاء لفناني البحرين التشكيليين اللي يستعرضون أهم لوحاتهم الفنية في هذا المعرض الناجح والمتميز بكل المقاييس. يعني عصام، إحنا في مملكة البحرين في مجال الفنون بشكل عام والفنون التشكيلية بشكل خاص رائدين في مختلف المحافل، في مختلف المعارض، عندنا لمسات فنية مختلفة متنوعة ورائدة في مجالها. يعني احنا نتكلم على النسخة الخمسين. نعم. تخيلي يعني، وطبعا البحرين طول عمرها يعني منفتحة على الفنون بما في ذلك الفن التشكيلي، وهذا مؤشر يا أسماء طبعا على تحضر البحرين وأهل البحرين وذوقهم الرفيع طبعا. اكيد يعني اذا احنا ما انفتحنا على الفنون كسكان جزر، من اللي انفتح طبعا؟ اكيد يعني. وهذا الحمد لله اليوم يعني ذي الثقافه يعني موجوده اليوم احنا في البحرين، في الخليج، في الوطن العربي، هذا شيء احنا نفتخر به. والحلو بعد عصام ان احنا عندنا جهات تشجع هذه الفنون طبعاً، وهذه المعارض، وهذه الدعم اللي حصل الفنان البحريني دائما مختلف ومتميز. انت قلت شغله مهمه، هو الدعم طبعا الدولة ممثلة في الجهات ذات العلاقة، وأيضا يقابل تفاعل شعبي بحكم تحضر صحيح البحريني طبعا. أكيد انفتاحه على هذا النوع من الفنون والثقافات. عموما مشاهدينا، معرض البحرين السنوي للفنون التشكيلية يعد واحد من أهم المعارض السنوية اللي تستضيفها مملكة البحرين، ويستضيف هذا المعرض طبعا بدوره السنوي أعمال فنية مميزة لفنانين البحرين التشكيليين، وانطلقت طبعا النسخة الخمسين من هذا المعرض الأسبوع الماضي. نعم، وكان تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، واللي أناب نجله سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة لافتتاح هذا المعرض في نسخته الخمسين. تفاصيل أكثر في التقرير التالي. أناب صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة لافتتاح معرض البحرين السنوي للفنون التشكيلية في نسخته الخمسين في متحف البحرين الوطني بحضور عدد من أصحاب السعادة من كبار المسؤولين. حيث قام سموه بجولة في معرض البحرين السنوي للفنون التشكيلية والمعارض المصاحبة له، حيث اطلع خلالها على عدد من الأعمال الفنية من مختلف المدارس والاتجاهات الفنية والتشكيلية، تتنوع ما بين أعمال رسم باستخدام خامات متنوعة وأعمال فيديو وتركيب وتصوير فوتوغرافي ونحت. شهد حفل الافتتاح تكريم الفائزين بمعرض البحرين السنوي للفنون التشكيلية هذا العام، واختارت لجنة التحكيم فائزين اثنين بجائزة الدانا، وهما الفنان هشام شريف والفنان جعفر الحداد، فيما فاز بجائزة مساحة الرواق للفنون جائزة الرؤية الفنية الفنان أشرف علي. نرجع ونقول معرض البحرين السنوي للفنون التشكيلية مشاهدينا مؤشر مهم على انفتاح مملكة البحرين على مختلف أنواع الفنون
ويعكس اهتمام الجمهور البحريني بالفن التشكيلي، وهذا دليل على تحضر البحريني. بكل تأكيد عصام، الحديث أكثر حول المعرض في نسخته الخمسين، يسعدنا أن تكون معنا اليوم السيدة فرح مطر مدير إدارة الثقافة والفنون بهيئة البحرين للثقافة والآثار. مساك الله بالخير ونورتينا. مساكم الله بالخير، الله يحييكم، مشكورين جدا، سعيدة بالوجود معكم. احنا أسعد. شكرا على قبول دعوتنا. يعني احنا نتكلم عن النسخة الخمسين بداية، يعني كلمين عن تاريخ هذا المعرض. يعني طبعا المعرض تأسس في 1972، والحركة الفنية لا شك أنها كانت سباقة على هاي التاريخ. الوجود للفنانين والجمعيات الفنون التشكيلية كانت موجودة، وعلى ما تأسس المعرض كان في نضج للساحة الفنية. فأول معرض أعتقد كان فيه يمكن 15 أو أقل من 20 فنان يمكن، وتأسس على أساس أنه يبرز المواهب البحرينية في ذاك الوقت من فنانين درسوا برا وردوا البحرين وعندهم أعمال يبون يعني يعرضونها للجمهور. فإحنا محظوظين جدا أن استمر هاي المعرض 5 عقود، ويمكن من المعارض النادرة اللي استمرت في المنطقة لهذه الفترة. نعم. واليوم احنا يعني نفرح ان احنا نحتفل بهاي المعرض، لان المعرض دي بدوره يحتفل بمواهب بحرينية ويشجع على الصغير اللي حاب يصير فنان انه يصير فنان، ويقدر الرائد اللي قدم في مسيرته الفنيه. جميل. طبعا استاذه فرح، احنا اليوم نتكلم عن الحركه الفنيه في مملكه البحرين، وبالتحديد عنصر الدمج ما بين الفنانين الرواد والفنانين المعاصرين. الى اي مدى فادت هذه الحركه هؤلاء الفنانين؟ طبعا المسيرة الفنية طويلة في البحرين، ولما اي مثلا فنان شاب ويقدم لأول مرة وينقبل في هذه المعرض، اعتقد انه يستفيد وايد من وجود الرواد معاه في هاي المعرض، فهمه يعني هذا يعطيهم نوع من الدافع والتحفيز والثقة بالنفس انه هو اعماله في هاي القاعة والصوب الثاني في احد الرواد يشوف مستقبله، نقدر نقول يعني بالضبط. وده مثلا يتعرف عليه، يسأله عن اعماله، عطني توجيه، شنو تنصحني، شنو كانت تجربتك. فهذه من أهم الأشياء اللي إحنا نحاول نركز عليها، لما نجيبهم مع بعض جيل سابق مؤسس وواجه أشياء مختلفة، وجيل أصغر يمكن جاي في وقت ثاني وعنده مواد ثانية يبي يستعملها. حلو إنه يكون في حوار بينهم وتعارف. حلو حلو. يعني أنت في النهاية قاعد تستثمر الآن يعني خبرة الجيل المؤسس، خبرة مهمة بالنسبة حق الشباب، وحماس الشباب أيضا واندفاعهم وإيقاعهم، ذي المزيج هو اللي بينتج لنا شيء إن شاء الله مختلف دائما. طبعا لو بنتكلم، يعني إحنا نتكلم عن 50 سنة، إحنا تقريبا داشين في 51 سنة. نعم. يعني من 1972، لو بنتكلم عن الرسالة المراد توصيلها، رسالة هذا المعرض، يعني أنا أعتقد أن أهم شيء أن يعني إحنا نقدم الفنون للجمهور، وأن الواحد يعني دائما يستمتع بزيارة معرض أو متحف. فالفنون مو بس حق الفنان، الفنون حق الجمهور، حق صحيح. الطفل، حق اللي متضايق، اللي يبي يدش يشوف شيء ياخذ منه إلهام. الإبداع يعني يغذي كل الفئات الإبداعية. فاللوحات والأعمال الفنية اللي احنا نعرضها، أولا نعرف الجمهور على أسامي الفنانين من عندنا في البحرين من المواهب المحلية، وبعد أنه هو نوع من الثقافة، يعني أن الواحد يشوف لوحة أو عمل فني ويستلهم منه شيء. بكل تأكيد أستاذة فرح، اليوم نبي نتكلم عن دور الجمعيات والجهات الأهلية في تنمية هذه الحركة الفنية في مملكة البحرين. طبعاً الجهات الأهلية والجمعيات الفنون اللي تأسست قبل تأسيس هاي المعرض مهمة جداً، لأن الرواد هم اللي أسسوا هاي الجهات الأهلية. فأحنا بالنسبة لنا كهيئة البحرين للثقافة يعني والآثار، الشراكة بيننا وبين هاي الجمعيات الأهلية هي من أكبر المقومات حق القطاع الفني، وطبعاً كل القطاعات الثقافية.
الشراكة بيننا وبينهم تؤدي إلى حوار دائم وتواصل معهم، أن نعرف مثلا توجهاتهم أفكارهم من خلال أعضائهم، من الصغار الشباب، من اللي يطمح أن يشارك في ذي المعرض أو أن مثلا يأسس له مرسم أو معرض سولو، من كل هالأمور يعني. وتكتشفون مواهب جديدة أتوقع من خلال هذه الجمعيات والمراكز بكل تأكيد. أكيد طبعا صحيح. يعني للأمانة يعني لما نشوف إحنا هذا النشاط النوعي المتميز من حيث الكم من حيث النوع، يعني من خلال يعني المناسبات الوطنية، من خلال حتى المواسم الثقافية والفنية، لكم حضور جدا جميل ومبهر حقيقة ويشرفنا إحنا اليوم خليجيا وعربيا للأمانة. خلينا إحنا نسأل اليوم أنتم كهيئة يعني كهيئة البحرية الثقافة والأثار، عن ما هي تطلعاتكم أنتم المستقبلية؟ يعني فضول نبي. طبعا تطلعاتنا ان المعرض يستمر ويكبر وتشوف عدد اكبر من الفنانين في كل عام، واتمنى اني اشوف الجيل الصغير يحتفل بال 75 سنه ان شاء الله باذن الله. ويعني احنا فخورين جدا بالمواهب المحليه، وانا دائما اشجع يعني المواهب حتى في مراحلها المبتدئه ان تحتاج تشجيع وارشاد، ويعني الكل يبتدي من نقطة الصفر ويشوف اللي ممكن يطمح له. نعم، وأنا بعد أؤكد على ما قال أبو ناصر، إحنا اليوم فخورين بهذه الإنجازات اللي تقدمونها اليوم للحركة الفنية في مملكة البحرين. مشاهدينا، كانت معنا اليوم السيدة فرح مطر مدير إدارة الثقافة والفنون بهيئة البحرين للثقافة والآثار، كل الشكر لكم. شكرا لك، الله يسلمك، ما قصرتك. شكرا لك. مشاهدينا فاصل وراجعين. مشاهدينا، ضيفنا في هالفقرة هو أحد رواد الفن التشكيلي في مملكة البحرين، ويعتبر من أوائل الفنانين التشكيليين فيها، وقام بإعداد مقرر لمادة التربية الفنية يتم تدريسه في مدارس البحرين، كبير بعطاء طبعا في المجال الفني، وله بصمات واضحة من خلال لوحات الفنية الجميلة طبعا. وأنا أتشرف أنه كان في يوم من الأيام أستاذي في مدرسة الرفاع الشرقي الثانوية للبنين. أكيد إحنا نرحب بضيفنا الفنان التشكيلي القدير عدنان الأحمد. يا هلا أستاذي، مساك الله بالخير. الله يسلمك، حياك الله. طبعا أستاذ، أنت لك باع طويل في المدرسة الفنية، درست وتعلمت الفنون التشكيلية، وأكيد أنت أحد رواد الفن التشكيلي اليوم في مملكة البحرين. نبي تكلمنا عن نظرتك لأستاذ عدنان الفنان اليوم. والله يعني أنا كفنان عدنان الأحمد واحد من كثير من الفنانين البحرينيين اللي أعطوا البلد بأمانة وإخلاص. نعم. وساهموا في بناء الحركة التشكيلية في البحرين. نعم. في ناس قبلي وفي ناس جاوا عقبي. فعدنان الأحمد واحد من أهل البلد، من أهل هذا الوطن، درس ورجع وساهم واشتغل وشارك، ويعني هذا البناء التشكيلي في البحرين لا يتم إلا من خلال مجموعة، كل واحد يجي يضع لبنة في هذا الجدار. نعم. إلى أن يكتمل بجهود أبنائه. نعم. أحسنت. يعني أستاذ، اليوم لو بنتكلم إحنا عن المشهد الفني خصوصا يعني المشهد التشكيلي، إحنا نقول فن التشكيلي، يعني شلون تصفه، شلون تشوفه اليوم؟ والله شوف، يعني البحرين بلد الإنسان البحريني بطبيعته فنان، بطبيعته مبدع، لأن الإنسان البحريني عايش في جزيرة يحيط بالبحر من جميع الجهات، وتحيط بالخضرة، وتحيط بالمياه، المياه العذبة والنخيل. نعم. والبحر. والإنسان البحريني له تاريخ قديم، حضارات قديمة، حضارة دلمون وتايلوس. البحرين فيها كثير من الصناعات الحرفية اللي تتميز بالفن والإبداع. صناعة الفخار، صناعة النسيج، وصناعة السلال، وحتى المباني القديمة البحرينية فيها يعني بصمات فنية جميلة من خلال الزخارف والنقوش الجبسية
العمارة البحرينية طبعاً، والملابس صحيح اللي يعني يلبسها الإنسان البحريني في الأعراس وفي المناسبات، هاي كلها مظاهر فنية، حتى الأثاث وحتى صحيح. الأثاث نعم. فالإنسان البحريني بطبيعته فنان، بطبيعته مبدع من خلال البيئة اللي عاش فيها. نعم. وفي نفس الوقت الإنسان البحريني متذوق صحيح. للفن، والإنسان البحريني إنسان مثقف يعني بطبيعته، من الأوائل المثقفين، من شعراء، من كتاب، من فنانين، كلهم من البحرين. نعم. فأجيال جات على هذا البلد تمارس الفن، والجمهور يشوف ويتذوق ويناقش ويراقب. وعلى مدى كل هذه السنوات اللي بدأت يعني بالذات في الحركة التشكيلية، بدأت تقريبا مع التعليم سنة 1919، مادة التربية الفنية والأشغال اليدوية علمت الإنسان أن يتذوق الفن من الصقر، وكانت الجريدة الجدارية والجريدة الحائطية هي مثل ما تقول الشرار، أشعلت في نفس كل فنان أن يكون متميز أو يعني متفوق في الفن. وبدت المرحلة مستمرة من بداية التعليم 2019 إلى تكون أول مجموعة فنية في مدرسة منام الثانوية، أسرة هواة الفن في 54. نعم. ثم تشكلت أسرة هواة الفن في الستينات، وبدت تطلع الجمعيات الفنية من بداية السبعينات، جمعية الفن المعاصر، والثمانينات جمعية البحرين الفنون التشكيلية. نعم. فمسيرة طويلة وتاريخ طويل وتاريخ عريق. اليوم احنا اصبحنا جزء من تاريخ الحركة التشكيلية في منطقة الخليج او في الوطن صحيح. العربي. نعم. والكل يرصد هذا الشيء ويراقبه ويشوفه، فاحنا جزء من هذا المجتمع الكبير، المجتمع الفني الكبير، ولنا تاريخ ولنا امتداد ولنا تطور، وكل هذا بنى على أكتاف أجيال تتابعت من جيل الرعيل الأول إلى جيل الرواد إلى جيل المتعلمين الدارسين إلى اليوم جيل الشباب اللي قاعد يبني على ضوء ما سبق. صحيح صحيح. وهي كلها عملية استمرارية. نعم. وإن شاء الله راح نوصل إلى يعني إلى مستقبل زاهر. نعم. طبعا أستاذ اليوم إحنا قاعدين نشهد هذا التطور وفخورين في الحركة الفنية في مملكة البحرين. وعلى طار الشباب تكلمت عن الحركة الفنية عند الشباب اليوم وإبداعاتهم وتميزهم، شلون شفت مشاركات الشباب اليوم في معرض الفنون التشكيلية، وش تقول حق الفائزين في جائزة الدانا؟ طبعا احنا كنا شباب في ذاك الوقت. نعم. واستمرينا وأصبحنا اليوم يعني يقال عن رواد، فهذا الشباب هم جيل المستقبل، هم هذول الشباب يتم إعدادهم لاستلام الراية، لأن ما حد بيدوم. نعم. اللي قبلنا الرواد قدموا لنا وإحنا جينا وجدنا هذا الموروث وواصلنا فيه. نعم. فالشباب عليهم مسؤولية كبيرة، ويجب أن يعون حجم هذا المسؤولية، لأن البلد بلد لها تاريخ، والراية اللي يحملونها راية لها تاريخ وراية عريقة، فيجب أن يهتمون أكثر، يهتمون بالاستمرار، ويهتمون بالبناء، ويهتمون بالقراءة والتعلم، لأن الفنان الجيد هو الفنان المثقف، ويواصلون في بناء هذا الجدار التشكيلي الكبير علشان يعطون الرأي لمن يأتي بعدهم. صحيح. فأنا أقول لجيل الشباب أولاً أن أنتوا محظوظين. نعم. محظوظين أن الدولة مهتمة بكم. نعم. والمعرض السنوي يعني بدأ كأول ظاهر لتبني الدولة لرعاية هذا المعرض السنوي، كان تحت رعاية سمو الأمير الملكي الأمير خليفة بن سلمان طيب الله تراه. نعم. والله يرحمه. اليوم احنا نستحضر اسمه ووجوده، لأن في بداية المعرض أو سنة 1971 كان تحت رعايته، هو اللي افتتحه، وهو اللي شجع الشباب في ذات الوقت وشجع الفنانين ودعمهم ورعى المعرض من بدايته إلى آخر أيام عمره الله يرحمه. نعم.
وما زالت الرعاية يعني الملكية مستمرة تحت راية سمو رئيس الوزراء سلمان بن حمد. نعم. يعطي الصحة والعافية الله يعني حافظه، وبرعاية الكبيرة الشاملة لسمو جلالة الملك. نعم. فإحنا محظوظين أن الدولة ترعى الفنون عندنا وترعى الكبار من الفنانين الرواد وترعى الشباب. فأنا أقول للشباب أنتم محظوظين أن أنت والدولة هي اللي ترعاكم. صحيح. نعم نعم. يعني جميلة هي العودة لذكريات المرتبطة بالبدايات السادية. يعني أنت أول معرض، يعني بحسب إحنا طبعاً البحث عندنا، كان أول معرض لك كان في عام 2002 في جمعية البحرين للفنون التشكيلية. نعم. كلمنا يعني عن ذكرياتك المرتبطة بهذه المعرض. طبعاً أنا تخرجت سنة 1988. نعم. وبديت كعضو في جمعية البحرين للفنون التشكيلية، وبديت أشارك، بس ما كنت مستعجل أن أسوي معرض، لأن بالنسبة لي المعرض هو نتاج تجربة. نعم. متواصلة أو مستمرة وليست مناسبة، فما تسرعت أني أسوي معرض. ويقولون لي سوي معرض سوي معرض، قلت ما علي رح أسوي المعرض. وكنت في الواقع يعني متخوف أني أسوي شنو بعرض أو شنو الهدف من العرض أو شنو اللي بقدمه. نعم. ولكن عقب تقريبا 10 سنوات من يعني بداية التسعينات إلى 2000 شفت أنه ممكن أقدم تجربتي كتجربة متواضعة وتجربة بسيطة، وأقبلت على التجربة وسويت المعرض. كان أول معرض يعني لي في جمعية البحرين للفنون التشكيلية تحت رعاية الأب الروحي للفنون التشكيلية الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة، الرئيس الفخري لجمعية البحرين للفنون التشكيلية، رئيس المجلس الوطني للفنون. وكان شرف كبير لي أنه هو اللي افتتحها، وشرف كبير لي أنه هو ما زال يرعاني ويهتم بي ويشجعني ويشجع كل الفنانين. يعني هو الأب الروحي لكل الفنانين بصراحة. نعم. اليوم أيضا طبعا من خلال هذا التاريخ احنا حابين نستعرض مشاركاتك سواء داخل او خارج مملكه البحرين في المعارض والجوائز اللي حصلت عليها من خلال مشاركاتك استاذ. شاركت في معارض وايد، طبعا معارض كثيره خلال 38 سنه من العطاء الفني. شاركت في معارض في فرنسا وفي بريطانيا وفي امريكا وفي سنغافوره، يعني معارض كثيرة ما يحضرني إني الحين أسردها. نعم. ولكن من أهم المعارض اللي شاركت فيها هو بينالي بكين الدولي سنة 2019 و2022. هذه. نعم. من أهم المعارض اللي شاركت فيها، ومن المعارض المهمة بالنسبة لي اللي شاركت فيها هو معرض في أكاديمية ألبرتينا في إيطاليا. نعم. 2019 بعد. فهذه معارض مهمة بالنسبة لي، بجانب المعرض السنوي اللي يصير في البحرين تقريبا كل نسخة أنا شارك فيها، ومعارض جمعية البحرين للفنون التشكيلية، ومثلت البحرين في كثير من المعارض الخارجية طبعا على مستوى الوطن العربي وعلى مستوى العالم. بس بالنسبة للجوائز طبعا ما حصلت جوائز وايد قليلة. وأول جائزة حصلتها جائزة الشراع الذهبي في بينالي الكويت سنة 1996. بس من أهم الجوائز اللي أخذتها أو قولي أهم وسام هو وسام الكفاءة من الدرجة الأولى اللي منحني إياها جلالة الملك الله يحفظه ملك مملكة البحرين. نعم. وحصلت على جائزة المتميزين في دول مجلس التعاون في الدوحة من الأمانة العامة لدول مجلس التعاون. جميل. هذه جوائز افتخر بها طبعا واعتز بها. وحصلت على جوائز تشجيعية تقريبا جائزتين في المعرض السنوي. حلو. نعم. يعني ما شاء الله انت اعمالك الان يعني توزعت يعني بين بعض الجهات الرسمية والخاصة، يعني يعني كتحف حتى وكأشياء جميلة يعني وحتى عند أفراد يعني الآن يعني موجودة طبعاً. شلون تصف شعورك تجاه هذا الأمر؟ طبعاً أشعر بالفخر والاعتزاز أن أعمالي موجودة في أماكن مهمة، في متاحف مثل متحف البحرين الوطني، في مقتنيات كثيرة من أعمالي لهم، متحف قطر للفن الحديث، بعض الكولكتر
اللي يجمعون أعمال عندهم لي أعمال بعض المؤسسات بعض الوزارات. أنا يعني أنظر للفن على أنه هو قيمة مطلقة أو قيمة عالية وليست يعني بضاعة وليست تجارة. عندما يجي شخص يقتني منك عمل غير عن شخص جاي يشتري منك عمل. فلما يجي شخص مثل يعني كولكتر أو متحف يأخذ منك عمل بيخلد هذا العمل. هذا العمل بيعيش إلى الأبد وبيخلد ذكراك. غير لما واحد يشتري لوحة يعلقها في الصالة ويدور لوحة تمشي مع الستارة أو تمشي مع الأثاث بيجد أول شيء بيساوم وثاني شيء في يوم من الأيام بيغير هذا الأثاث بيغير اللوحة وياها. نعم صحيح. فأنا دائما يعني أعطي لعملي قيمة. قيمة مو قيمة مادية فقط ولكن قيمة معنوية أن يكون في المكان اللي بيحفظ قيمته والشخص اللي بيقتني العمل يجب أن يفتخر بهذا العمل. نعم. ويورثه لأحفاده. صحيح. فأعتز بعملي وأعتز بجهدي لأنه أخذ وقت طويل في اللوحة بين 14 إلى 16 في العمل الواحد. ما شاء الله. فدائما أحرص على أن من يقتني عملي يحافظ عليه. نعم. لأنه في النهاية بيحافظ على مسيرتي. صحيح. وبيعطيني عمر أبدي أني بعيش. نعم. إلى الأزل. نعم. من خلال هذا العمل. احنا اكيد نعتز بكل لوحاتك ايضا وفيك استاذ. اليوم اكيد كل فنان له طابع مختلف وله ميزه مختلفه عن باقي الفنانين. شنو اللي يميز الفنان التشكيلي القدير الاستاذ عدنان الاحمد؟ والله انا اشوف من ايام الدراسه كنت اهتم بان تكون لي بصمه وهويه. نعم. حتى في خلال اعمالي اللي قدمتها للتخرج كنت ابحث عن بصمه. نعم. وفي البداية كانت يعني واجهت صعوبة أن أثبت وجودي من خلال بصمة أو هوية في عملي من خلال ألواني من خلال موضوعي من خلال فكري. ولكن مع الوقت والإصرار والتحدي استطعت أن أفرض هذه البصمة. نعم. اليوم أي واحد يشوف عمل عدنان الأحمد يعرف هذا عمل عدنان الأحمد بدون ما يقرأ الاسم. حتى أني في الآونة الأخيرة ما أوقع على اللوحة. اللي يشوف لوحتي يقول هذا هو عدنان الأحمد. تميز ينطق. بصمتي. نعم. موجودة. نعم. وهويتي. نعم. موجودة. وهذا إنجاز بالنسبة لي. أكيد. وهذا الإنجاز ما وصلت له بسهولة ولا يعني بالصدفة ولكن من خلال عمل طويل ومتواصل وإصرار وعزيمة وجد واجتهاد وصلت لهذا الشيء. هذا الإنجاز بالنسبة لي اليوم يعني يحملني مسؤولية كبيرة. نعم. يعني إذا إلى إلى أي مدى بستمر فإني أحتفظ على هذا على هذه الهوية. نعم. أو هذه المكانة أو هذه البصمة. إن شاء الله الله يعطيني الصحة والعافية واستمر إلى الأخير. الله. أنا أترك شيء للأجيال القادمة تتعلم منه وتشوفه. بإذن الله أستاذي. بإذن الله وموفق دوم وتشرفنا بوجودك طبعا. اكيد احنا تتشرف بنتائجك الفني البديع يعني. مشاهدينا كان معانا في هالفقره الفنان التشكيلي القدير عدنان الاحمد. كل الشكر طبعا لك. اكيد احنا باسمكم نشكر طبعا. شكرا. ونتمنى له التوفيق. مشاهدينا فاصل وراجعين. شكرا. مشاهدينا بدا حب ضيفتنا للفن منذ الصغر. عشقت الألوان والتصاميم والرسومات الفنية ونشأت ضيفتنا في أسرة مهتمة بالفنون. طبعا أكيد احنا نرحب ضيفتنا الفنانة التشكيلية نوف الرفاعي. هلا مرحبا فيك. هلا هلا نوف. في البداية نبي نعرف أول عمل فني قدمتي شنو كان؟ أول يعني أنا من صغري أصلا يعني كنت أرسم لأنه أنا. نعم. أصلا نشأت في بيئة فنية. نعم. فكل شيء كان متوفر عندي وأتذكر أن يعني حتى كنت في صف السادس فزت بجائزة على مستوى المدارس يعني كان وقتها. إيه؟ فكنت جدا سعيدة يعني وقتها وبس يعني استمر هاي الشيء تجارب مع الوالد وأروح وأحضر المتاحف وأتعلم لما
وصلت حق مرحلة أن أنا أصبحت قادرة أن أنا أكون موجودة في المعارض الفنية والمتاحف وغيرها من. تذكرين اللوحة اللي فزتي فيها على مستوى المدارس شنو كانت عنا؟ والله كانت كنت راسمة نفسي في وسط طبيعة قوس قزح، يعني هاي لا تذكرها. نعم. يعني بو أمينة بس نسوي شوي فوكس على يعني هذه أحد الشغلات الجميلة اللي تشوفونها مشاهدينا، هذه من بانيت سيارة اللي هو بانيت سيارة. إيه بانيت سيارة. يعني اللي يغطون فيه الماكينة والآيل والكربون شوفوا شلون يعني الآن تحول إلى ألوان جميلة جاذبة تسر النظرين، يعني شوفوا تحفة فنية يعني. ولا وراحت وين حق بانيتات السيارة اللي هو غطاء المحرك باللغة العربية. نعم. وشوفوا لا طبعا احنا كنا نسولف قبل الهواء بعد تقول احنا يعني اول خطوه يعني عندنا في صناعه المجسمات نروح الكاتشر السكراب. اي عدل؟ اي احنا بنفصل اكثر وبنشوف صور، لكن يعني مهم ان احنا نسالك اليوم انت كفنانه صاعده يعني عن دعم الفنانين المخضرمين او ما سبقوكم لكم انتم كصاعدين. يعني مثل ما يقولون نحن وايد استفدنا من الفنانين اللي موجودين في البحرين، يعني انا عني دائما اقول انا كان استاذي عبد الكريم البوسطة رحمه الله عليه، تعلمت على يد الخزف، هو على استاذ اسحاق خنجي، يعني انا بالنسبه لي الفنانين البحرينيين الخزافين البحرين ونحاتين اللي انا تعلمت افتخر اني انا تعلمت على يدهم، يعني انا كنت انحت من أتذكر عمري 8 سنين في الجمعية معاهم، وأول عمل عرضته كان أصلاً كان نحت، يعني كان منحوتة، ومن بعدها بديت أجرب الأعمال الثانية من لوحات وأجرب المدارس الثانية لما أنا طلعت يعني مثل ما يقولون بهوية جديدة اللي هي تمثلني. يعني أنت لقيتي روحك في النحت في التصميم أكثر من الرسم. اي يعني انا ارسم ولكن انا اشوف روحي ان انا اميل حق الاوبجكت ارت، حق الاوبجكت ارت. اي حق التجسيم. اي بالضبط الاشياء اللي مهمله دائما انا اشوفها جميله، يعني مثلا سيارات احب فكره ان انا اروح السكراب واشوف السياره على ان هي انتهى عمرها الافتراضي. نعم. لان انا اشوف ان في احتمالات كثيره ان احنا ممكن مثل ما يقولون نحن نقدر نطلع اعمال فنيه يعني. صحيح. من 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 وراء هاي الشيء اللي موجود. نعم. دائما نشوف ان الفنان له نظره مختلفه عن الباقي، يعني وذلك ما يميز الفنان ويخليه انه هو يبدع بهذه الطرق. بس هذه النظره من وين تستلهمين هذه الأفكار الإبداعية اللي تيج عشان تقدمين مثل هذه الأعمال الفنية الجميلة؟ يمكن أنا شوي غير عن الباقي. أنا أي شيء متراكم على بعض هو اللي يخليني أنا أكون، يعني هاي اللي يلهمني. ففكرة أن أنا أروح سكراب ولا أروح حتى محلات تجارية أو أماكن أشوف براغي على بعض ولا أشوف ألوان على بعض ولا أشوف حتى أوراق على بعض، هاي بالنسبة لي هو هذه الهامي. فأي هذه دوم يخليني أن أنا أفكر أطلع بشيء. نعم. يعني إحنا الآن قاعدين نشوف الصور، يعني هاي نموذج، يعني هذه بانيت سيارة ترى صح؟ هذه الهيكل الداخلي حق السيارة، حق بانيت السيارة، لأن أنا أخذ البانيت وأقصصه وأطلع كل اللي فيه، فهذه الهيكل الداخلي. هذا الهيكل الداخلي. يعني إحنا بنشوف الأصوار الآن، وأنا عندي لك سؤال مرتبط بهذه الأصوار طبعًا. يعني هذه نفس القضية. هذه موجودة الحين في المعرض السنوي 50. نعم. بانيت سيارة. إيه هذه بعد ترى بانيت سيارة. إي اسم العمل تراكم، وهي كلها هياكل مختلفة حق. وهذه. هذه بانت سيارة بعد. اي هذه بانت سيارة ومركب على جامة سيارة. انت ركبتي؟ اي. وهذه؟ نفس الشيء. وهذيك السيارة كانت مهجورة، وفي واحدة كانت محترقة، والثانية كانت مدعومة الثالثة. يعني انا لو بسألك الحين نوف، انت من خلال هذه المجسمات، من خلال روحتك السكراب طبعا، وتعاملك انت مع غطاء محرك السيارة وتحويله الى شيء جميل وبديع، شنو الرساله اللي تبين توصلينها؟ الرساله ان ترى كل شيء موجود حولك جميل ترى. صحيح. وكل شيء حولك ممكن يكون فيه احتمالات اكثر، يعني
أنا وجهة نظري أنه ما في شيء يتم ويترك للعمر كله، بس يجب أن يستغل. لازم يستغل، ما يصير أنه محطوط. يعني المساحة العودة مثلاً خلينا نقول اللي هي في السكراب، إنزين تشوف كل هالسيارات، في ناس تروح بالعكس تروح تأخذ قطع غيار سيارات مو موجودة عندهم يستخدمونها. أنا كفنانة لا، أنا أشوف فكرة أنه الدعمة اللاينز الجمالي الخفزات الرست الطقة هذه مثل ما يقولون كان عمل فني يعني ياي كذي يعني ياي هذه هو الاختلاف اللي احنا نتكلم عنه نوف، ان انت قاعد تشوفين بنظره مختلفه عن نظره اي شخص ثاني. فاحنا قاعدين نشوف ان من خلال اعمالك الفنيه التنوع في الالوان، قاعدين نشوف التنوع في الابداعات واستخدام المواد ايضا. استخدامك للسياره نفسها يمكن مختلف شوي بالنسبة حق بنت. شنو التعليقات اللي كانت تيج؟ شنو التعليقات اللي سمعتيها في هذا الجانب؟ كانوا يقولوا لي شلون أنت يعني تسوين كذي؟ يعني شلون قدرتي تشيلين أو شلون قدرتي تحطين؟ فقلت لهم إن شاء الله قريب بتشوفون كل شيء البروسس، إن شاء الله بنعطي ورشة قريبة في هيئة الثقافة. وبتشوفون شلون البروسس اللي أنا أمشي فيه. يقولوا لي يعني انت وايد جيرلي، يعني شكلك بنيه اكثر من انت تهتمين في هاي الامور. بس اقول لهم انا في النهايه انا فنانه وانا اشوف ان هالشيء اللي قدامي انه هو وايد حلو. نعم. وان انا اقدر استغله. صحيح. استغلال اكثر كماتيريال او. نعم. او كخامه. نعم. خامه ان انا ممكن استخدمها، خاصه ان في فنانين يعني سبقوني في العالم ان كانوا يستخدمون قطع السيارات في. نعم. اعمالهم الفنيه المشهوره. فقلت ليش ان انا ما اسوي دراستي دام ان هذه اكثر شيء انا مهتمه فيه. نعم. لو بتكلم انا عن الصعوبات او التحديات اللي تواجهك او تواجه هذا النوع من الفن. أوكي. يعني قد أنتم تشوفون أن العمل جاهز ومحطوط ومركب. نعم. في المتحف أو في أي مكان، لكن ما حد يدري أن أنا مثلاً أخذ فترة طويلة. يعني مثلاً توني الحين قاعدة بعد أسولف أقول يعني بعضهم يظنون أن والله أنت خذيت هذه القطعة، ما يدرون أن مثلاً أنت بتصرف عليها علشان أنك أنت توصلها حق الشكل النهائي. يعني مثلاً هذه الأعمال هذه. نعم. ترى خذ لها سنة علشان أنا أوصل سنة علشان أنا أوصل حق هاي الشكل كتنفيذ. بدون هاي الحين تخير بدون هاي، يعني أنا متخيلتها من قبل. أوكي. وكنت مجهزة سمول سامبلز كانوا من. أوكي. كراتين، وبعدين بدينا نجرب، بدينا نجيب جبت البانيت وعقب بدينا نقص صعوبة القص وصعوبة إن إحنا نحاول إن نخليه إنه بمنحنى دائري ونحاول ان احنا بعد نفس الشيء وبرست انه يكون سيده وعقب نلحمه ونرد ننظفه وبعدين والصبغ نفسها ترى كلها صبغ سيارات يعني. كلها صبغ سيارات اروح بعد ليه ما انا اروح انقي الصبغ. هو وقت، هو فكر، ياخذ اجراءات. نعم. وقت وطول يومي تقريبا يعني اقضي من ساعتين لثلاث بشكل يوميا في الجراج. فأقول لهم ما حد يدري في الجراج بحثاً عن الجمال. في الجراج بالضبط، الصبح في الليل رايحين رادين علشان احنا بس في النهاية أشوف وين أنا أقدر أوصل. يعني. نعم. شلون أكن. نعم. أدز نفسي أن أنا أقدر أوصل بطريقة أن تطلع هذه الأعمال. وفي النهاية احنا شفنا تحف جمالية من إبداعات تشنوف. فزتي في عام 2022 بالجائزة الثالثة عن عمل عمر افتراضي. كلمينا عن هذه الجائزة، وهل توقعتي ان انت تحصلين هذه الجائزة ولا لا؟ انا يعني في ذي السنة ما كنت متوقعة اصلا ان انا اصلا بكون جزء من المعرض السنوي. خاصة ان انا هاي بانيت. ايه هذه بانيت سيارة ذي. نعم. ما حد يعني ما كنت متوقع ان انا بكون اصلا جزء من هاي المعرض، خاصه ان انا يعني ممكن ان
هذا العمل يعرض، لأن طلعت عن اللاين المتعارف في اللوحات أو الأعمال الثانية، فكنت جدا سعيدة لأن فكرة يعني كلمة عمر افتراضي كان في بالي رايح وراد رايح وراد، بس شلون كنت أقدر أنفذه بطريقة تكون مناسبة. ففي النهاية يعني هاي كان أول مرة أنا استخدمت فيها بانيتات السيارات، وشفت أن البانيت السيارة أهو كان مناسب حق الاسم اللي هو عمر افتراضي، أن كل شيء له عمر افتراضي، قد يكون ذي العمر الافتراضي بسبب تدخل أحد أنه ينهي مثل الطموح ومثل النجاح ومثل كل هذه الأمور، يا أن إحنا نمشي يعني ينتهي العمر الافتراضي بنجاحك في شيء، أو ينتهي لأن أنت وقفتي أو أحد تدخل ووقف الشيء اللي أنت تبين تسوينه. فكان هذه أسهل طريقة أن أنا أقدر أشرح فيه. جميل هذه العمر الفكري والنظرة الجمالية والفكرية لكل ما حولنا عصام، يعني هذا اللي يميز الفنان البحريني أيضا بالتحديد، أنه هو يشوف الجمال في كل شيء حوله. طبعا مشاهدينا كانت معانا في هالفقرة الفنانة التشكيلية نوف الرفاعي، كل الشكر لك ونورتي. شكرا جزيلا لكم على الاستضافة. شكرا مشاهدينا، فاصل وراجع. مشاهدينا، اختارت لجنة التحكيم الخاصة بمعرض البحرين السنوي للفنون التشكيلية جائزة الدانة لهذا العام لفنانين بحرينيين، وهم الفنان جعفر الحداد مع لوحته الفنية 12، والفنان هشام شريف مع لوحته الفنية ليالي الاثنين في العدلية. طبعا كان المفروض انه هو يكون معنا هشام شريف، ولكن يعني عارض صحي حال دون حضوره. طبعا احنا نتمنى له الشفاء العاجل، واكيد احنا نبارك له طبعا بهذا الفوز. ومشاهدينا، للحديث أكثر حول جائزة هذا العام، أكيد يسعدنا طبعا أن ينضم لنا اليوم الفائز أيضا بجائزة الدانة الفنان جعفر الحداد. حياك الله. حياك الله. نورتنا. الله يسلمك. شكرا على الاستضافة. الله يسلمك. بداية أكيد نبارك لك مثل ما ذكر أبو ناصر، وحابين نتكلم عن لوحة 12 واللي استخدمت فيها الفحم والحبر. كلمنا عن فكرتها وليش اخترت لها هذا الاسم بالتحديد. هو عمل يتكلم عن علاقة الإنسان بالبحر. نعم. علاقتنا بالبحر، العلاقة الغير مدرجة في أدبياتنا وفي لغتنا اليومية. نعم. فاثنى عشر هو ربطا على عدد الألواح اللي تم الرسم عليها، وهي أيضا كناية إلى عدد المنازل أو المباني اللي تم دراستها في تطوير هذا العمل الفني. نعم. نعم. اختياركم للالوان او للماتيريالز حتى طبعا، يعني هذه بناء على شنو؟ يعني هل هو يكون مناسب للشكل العام للوحه، لمضمون اللوحه، ولا ايضا انتم يعني هي مساله ذوق، ولا كل ما ذكر صحيح؟ كل ما ذكر صحيح. نعم. بس في بيختلف من عمل الى اخر. في العمل اللي نتكلم عنه حاليا، هو تم اختيار المواد بناء على فكره العمل. والعمل تكلم عن المباني القديمه، فهو عنده قاعدة أو بيس من هذه المواد القديمة، وهي مادة النورة التقليدية. نعم. والتم الرسم على هذه المادة باستخدام الفحم والحبر، وهي مادتين تتفاعلان مع المادة الطبيعية. نعم. اللي استخدمناها كقاعدة لهذا العمل. نعم. فهي يعني ذوق شخصي، ولكن أيضا في الارتباط بمفهوم العمل في واقعه. احنا حابين نتكلم اكثر عن تفاصيل اللوحه وشنو اللي ترمز له، يعني احنا حابين نعرف المشاهدين ايضا مو بس على الادوات ولا اسم اللوحه ولا مضمونها، حابين نعرف الى ما ترمز اليه هذه اللوحه. في الكلام عن علاقتنا بالبحر، علاقتنا بالماء، نتكلم عن الفعاليات اللي نقومها، عن انشطه اللي نقومها في البحر، عن البحر كمكان يجمعنا وناخذ منه بعض الفوائد ونستغل فيه وقت. بس هناك أيضا جانب آخر. نعم. من علاقتنا بالبحر بالماء،
ما يتم التطرق عليه بسبب تغير مفهوم حياتنا اليومية. نعم. سابقا كان يستخدم في البناء مواد تتفاعل مع ملوحة البحر ومع رطوبة الجو. نعم. فهي تشكل شكل الجدار اللي نشوفه في المباني القديمة. نعم. ويعطيها تطاريز معينة على الجدار مميزة، وأول ما نشوفها نعرف أن هذا البيت له قصص وعمر مديد. نعم. فهذا العمل يسلط الضوء على هذه العلاقة الخاصة بالبحر الغير مذكورة في أدبياتنا، وهي العلاقة تأثير ملوحة المياه على المباني القديمة. نعم. فدرست 12 مبنى، وهذه مقتطفات من شكل تطاريز هذه الجدران في المباني الـ 12، ومرسوم على كل لوحة أو على كل محفوظ من الجدار خريطة هذا المنزل أو خريطة هذا المبنى. جميل. كناية إلى موقع الدراسة وموقع الكلام عن حكاية المباني. جميل. يعني أنت رايحين حق يعني حق تفاصيل جدا عميقة يعني. صحيح. يعني زوايا إيجابية يعني. صحيح. يعني بالنسبة حق المزارع يشوف الملح يقول لك والله زين الملحاظ إحنا نستفيد من حق الأكل مثلاً. في من ينظر له بشكل متشابه. نعم. أنت كفنان يعني رحت حق زاوية، رحت حق بعد جمالي. وجانب إيجابي بالتأكيد طبعاً تأثير هذا الملح على يعني الزخرفة والعمران و... صحيح. طيب يعني هذا العمق كيف ممكن المتلقي العادي المتابع العادي كيف ممكن أنه يستوعبه؟ طبعاً نحن نتكلم عن يعني نسمع تكلمنا عن العمل هنا، هي علاقة غير محسوسة أو intangible quality نسمع أطلق عليها اصطلاحاً في المجال. صحيح. هي العلاقة تأتي من تفاعلك مع هذه المواد يعني. نعم. العمل في مواد أو خامات مميزة أو منفردة في المعرض لأنها مغايرة عن السائد، فالسائد مواد معينة معتاد عليها المتلقي، هذا العمل جاء بمواد جديدة للمتلقي بالتحديد. نعم. فتخلق عنده الإحساس بضرورة البحث، ومنها يبدي هو يطرح أسئلته الخاصة وعلاقته الخاصة. فهي وهذا دور الفن بالضبط. فهو الفن أو بالأحرى العمل بالتحديد. لا أنا استفز. صحيح. نعم. فهو العمل بالتحديد يطرح هذا السؤال، والمتلقي بتفاعله الخاص أو علاقته الشخصية مع العمل. نعم. ممكن يبني هذا المفهوم عن طريق بحثه واطلاع. كل ما تنوع التفاعل شكل التفاعل ومضمون التفاعل كان هناك في هالة حول. صحيح. العمل الفني. صحيح بالضبط. نعم. بالضبط. فيعني في أشخاص يقولون نتمنى لو كنا نقرأ التعبير يعني مفهوم العمل مكتوب. نعم. صحيح هذا قد يضيف إلى فهم العمل، ولكن أيضا العمل. نعم. في حد ذاته كعمل مغاير. نعم. يحفزك أيضا على الاطلاع عليه بشكل. جميل. مغاير. جميل. ونقدر نقول أن الأعمال الفنية دائما تمنح فرص للتأمل ودخول. نعم. إلى عالم الفنان. اليوم أنت كفنان تشكيلي بحريني وحصلت على جائزة الدانة. نعم. اليوم شلون تشوف الفنان التشكيلي في مملكة البحرين؟ يعني عندنا تراث وتاريخ جدا عميق وغني، والفنان في البحرين عنده كثير من المواضيع اللي ممكن يسلط الضوء عليها ويتبناها ويتكلم عنها. واحس ان الحصول على هذه الجائزه هو دليل على ان فنانين الشباب يعني سواء انا هشام الفنانين الشباب عندهم مساحتهم في العمل والحوار والكلام عن الافكار اللي في داخلهم. نعم. وهذا الشيء صراحه يعني بيحفزك على الإنتاجية أكثر وسعيدة بصراحة. أنت يعني أنت كفنان وكمبدع أنت أنا أعتبرك أنت نتاج للبيئة الطبيعية. يعني أنت لما تسافر يعني تشوف روحك أكثر تفاعل مع البيئة الخارجية يعني ولا التأثير هو طاغي هنا طبعاً بالنسبة حق البيئة المحلية؟ هو يعني شغلي الشخصي هو أكثر في البيئة المحلية بارتباطي الشديد بالبيئة المحلية. نعم. ولكن وقت العاطفي بعد ما أسمع والعاطفة صحيح صحيح صحيح. نعم. بالضبط. إيه هو ارتباطك طبعا. العاطفي والشخصي أحسن. بالمكان يعني. نعم. عملت مدة طويلة في توثيق المنامة والعمل عن قصص الناس وحكاية المباني فيها، فهذا الارتباط هو اللي أنتج هذا العمل. مسؤولية. نعم. ترجمة كل هذا التفاصيل. صحيح صحيح. وفي وقت السفر أنت تبدي تقارن بين التفاصيل اللي عرفتها عن حياتك اليومية وبين أهلك وناسك. نعم. مع تفاصيل الحياة اليومية في الخارج. صحيح. وشلون الإنسان يرجع دائما إلى بيئته ونظرته للحياة معتمدة على هذه البيئة وتفاصيلها. نعم.
فهو حوار مثير للاهتمام في هذا الجانب. صحيح مشاهدينا، احنا كذي لما نقول الفن رساله، يعني هذه نموذج. صحيح، ودائما الفنان البحريني مختلف ومميز في كل المجالات. طبعا كان معنا اليوم مشاهدينا في الاستديو الفائز بجائزه الدانه في معرض البحرين السنوي للفنون التشكيليه، الفنان جعفر الحداد. كل الشكر لك. شكرا لك. وان شاء الله شكرا على الاستضافه، مزيد من التقدم والحصول على جوائز اكثر بكل تاكيد ان شاء الله. شكرا موفقين ان شاء الله جميعا. وايضا احنا نجدد طبعا اكيد دعاوينا لهشام شريف طبعا بالشفاء العاجل، ونبارك له يعني مره ثانيه فوزه بهذه الجائزه. موعدنا اليوم انتهى، نشوفكم باكر على خير في نفس الوقت، في امان الله. تصبحون على خير.